فازت مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة إفريقيا لمدة عامين. من جانبه أكد صابر سليمان مساعد وزير الهجرة أن فوز مصر يعزز دورها الريادي بالقارة الإفريقية في ظل ترأسها للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية. هذا وأضاف أن هذا الأمر يعظم سبل دعم القارة الإفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية. من المقرر أن يتم استكمال أعمال اللجنة في إطار رئاسة مصر لوضع الخطط المستقبلية لأعمالها خلال عامي 2020-2021.